بس انت ما غلطتش يا حسين. لا ما تقوليش ما غلطتش يا معتز، قولي اني غلطان وخايب معرفتش ادافع عن مراتي وطلع طبنجتك وضربني طلقه وبعتني ليها. لو انا بجد صاحبك واخوك لازم تساعدنا يا معتز، لازم اخد طرسان مميري وملكي، لازم اقطع من لحمهم حتت. طيب يا حسين والله العظيم ما هنسيبك، بس كل حاجه بالعقل. عقل انا عاد فيها عقل؟ انا خلاص مختار يا معتز، مختار. انا معاك يا صاحبي ومش هسيبك، انت بس اهدى وكل حاجه تمشي ان شاء الله زي ما انت عايز. وبعدين خلاص انا نقلت معاك هنا في العمارة، انا عارف اجيب لقمه ناكلها سوا، وانا كمان عندها ايمان عشان كنت عايز اسلم عليك. كتر خيرها مفيش داعي تتعبها. لا على ايه بس يا حسين؟ ابوك صحته عامله ايه؟ الحمد لله حبيبي بخير، خليك انت بس في ايدك. تعرف ايه؟ الدقيقة كانت تمر تقول لي يا ساني ربنا وحده العالم توحشتك قد ايه يا غالية. قلبي كان حاسس بيك وروحي كانت معك، بس انا كنت عارف. عارف ايه؟ انك مش هتقدر تبعد عني. ده انت عمري وروحي وحياتي كلها كمان. بحبك يا حكمت، بحبك. تعرف لما بتقول لي الكلام ده بيدخل جوات قلبي وبيحسسني ان ملك الدنيا كلها بيدي. ربنا يقدرني ويخليك مبسوطه كده على طول. خليك حدايا وانا ابقى مبسوطه، انا وولدك كمان. ولدي نفسي نضرب عيني، نفسي اعلمه والعب، ونفسي يطلع فلقة قمر زي امه. لساك شايف امه فلقة قمر؟ اياك ده انت القمر كله يا بنت. مين حب؟ مين حب؟ انا بستحي. تستحي؟ طب قومي اوريك اليخت من تحت. قومي تعال تعالي تعالي دياب. شوي انزل عليا يا ابن الكلب. هو عايش ولا ميت؟ دي نمرته، أنا متأكد. يا ترى هو اللي بيتكلم ولا حد تبع الإدارة؟ أسلم حل إنك كنسلت عليه، وابقى اتكلم بعدين واستفهم. نور يا كبير. انت من امتى بتشرب سجاير يا حسام؟ اهو بنفخ، مفيش غل يا ماما. يا ابني ربنا موجود، ما تعملش في نفسك كده، ده حتى يبقى حرام. يعني هو حرام اشرب سجاير ومش حرام اللي حصل لي؟ استغفر الله العظيم. يا ابني يا حبيبي ده قضاء ربنا ولا راد لقضاء الله.
ياما في ناس بتحصل لهم مصايب كتير وبيتصوروا ان دي نهايه العالم، لكن بعد كده بيكتشفوا انها مجرد محطه وبتعدي. سلمى ما كانتش محطه يا ماما. حسام يا حبيبي، انا تقريبا مريت بنفس ظروفك دي. لما ابوك الله يرحمه مات، الدنيا ظلمت في وشي، بس اكتشفت في النهايه لما ربنا اداني نعمه النسيان ان دي كانت مجرد مرحله، وكان لازم ابتدي مرحله جديده ليك انت واخواتك. الحمد لله ربيتكم احسن تربيه، كبرتكم ومليتوا عليا الدنيا كلها. كان عندك حاجه تعشلها؟ انا مش هيندى محمد، لما انا عايش ليه؟ تعيش لنفسك، لحياتك، لمستقبلك. حسام يا حبيبي انت ابن عمري، انا لما انكسرت ما لقيتش حد يقف جنبي غيرك. النهارده لما تنكسر استكتر عليا اني اقف جنبك. حياتي ورحمة سلمى، لو كنت بتحبني قوم معايا قوم روح معايا يا حبيبي. حاضر حاضر يا ماما. طب يلا يلا قوم قوم معايا هنحضر ولادنا مع بعض. عملت ايه يا محمد في موضوع خطوبك؟ خطوبة ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني اكيد هنأجل موضوع الخطوبة ده شوية لحد الأزمة اللي احنا فيها دي ما تعدي على خير. ده انا اشتريت فستان الخطوبة ورتبت كل حاجة وعزمت كل أصحابي، أقول لهم أنا إيه بقى دلوقتي؟ قول لهم أي حاجة. أنت بتحبنيش، عشان أنت لو كنت بتحبني عمرك ما كنت هتطلع شكلي زفت قدام صحابي. كده يا ريهام، ده بدل ما تقفي جنبي في الظروف اللي احنا فيها دي. يا محمد الحقيقة بقى من الميت، وأنا قلت لك اللي عندي بقى وأنت حر. سلام. وبعدها لك بقى يا لولا حبيبتي، مش هتبطلي قعدة البيت دي؟ طب ورحمه امي، انت من يوم ما بطلتي راس والراس خسرك. يسلم فمك يا باشمهندس مليجي، فعلا لولا من ساعه ما سابت الراس وانا وحشان الرعشه بتاعتها. طب اعمل ايه بس، ما المضطر بيركب الصعب، وبعدين ما حلت امه اللي عايز كده. بقول لكم ايه، سيبكوا بقى من الموضوع ده، انا عندي فكره ما تخرش الميه. ايه رايك بقى تسيبي شقتك اللي متاجره دي وتروحي تعيشي مع عيله امك في وسط اهله؟ طب وهم هيوافقوا بالكلام ده؟ لازم يا بنتي يوافقوا، انت مرات ابنهم من حقك يصرف عليكي، وبكده بقى نضمن ان رجليكي جوه البيت. قشطه عليك يا موني، تعجبني دماغك الغاليه دي، والنبي واديله جامد قوي عشان جامد ما خدش. لا خلي جامد، استنى شويه بس عبال ما افهمك انا الموضوع في الاخر. احنا بعد كده ندي العماره كتف قانوني، العماره تقع، السكان يمشوا، نبيع الارض احنا بملايين. ما تلعب عدل يا دي، انت بضحكتك النتنة دي بدل ما اديك في وشك اخنفك. امال ايه بلعب عدل اهو، حلو اهو، مني حظ اعلى منك يعني. انت حظك اعلى مني؟ ده حظ عوالم ده، انت مش فاهمك في لعب الورق انت. خبر ايه؟ هتفضلوا قاعدين تلعبوا في الورق ده طول النهار، اليوم هيخلص وانتوا لسه قاعدين. وانت عايزانا نعمل ايه يعني؟ ما احنا قاعدين مستنيينك لما تتنيلي تخلصي الطفح اللي هنطفحه. انا اللي هطفحك الدم يا مصطفى. حسام بيه؟ انت خليت يا حسام بيه؟ انت مين يا جدع انت وعايز ايه؟ انا اكلمك تقفل في وشي يا ابن الكلب يا عاطي. استهدى بالله بس يا باشا، خلينا نتفاهم. انت فاكر اني مش هعرف اجيبك؟ ده انت لو في بطن امك يلا هجيبك يلا. قادر وتعملها يا سعاده الباشا، بس يكون في علمك انت لما كلمتني اني كنت قاعد مع منصور وما كانش ينفع ارد عليك، وقلت ان سيادتك هتفهم. وما كلمتنيش لما خلصت مع سي زفت؟ ها طب ممكن تهدى بقى عشان نتفاهم، ولا تحب تكمل ضرب؟ بناتك دول؟ ايوه يا باشا. ما تخافوش يا حبايب، انا صاحب ابوك وبهزر معاه شويه، ما تخافوش. طب انتوا اصحابه بتهزروا مع بعض، اني ذنب ايه اكل كف زي ده على جفاي؟ اخرس يا ضرب. بس يا باشا، بس يا ابن الكلب يا واطي. ايه
وانت يا ولي خش نجر اعمل لنا كوبايتين شاي بدل ما انت واقفه كده زي التلاجه البايظه. وما تخافيش، ده حسام باشا مديري في الشغل. ما تعمليش حاجه يا ستي، انا عايز جوزي في كلمتين وهمشي على طول. يلا. اديني حكيت لسعادتك على كل اللي حصل امبارح والكلام اللي هي قالته. لو انا غلطان في حاجه حضرتك قول لي. بصراحه يا محمد انت عداك العيب، بنتي هي اللي غلطانه. طبعا غلطان، تزعلش يا حبيبي، هي كان لازم طبعا تقدر الظروف اللي انتوا فيها. وبعدين بقى خلاص احنا بقينا اهل، يعني اللي يزعلكوا يزعلنا واللي يفرحكوا يفرحنا. طبعا يا طنط، وانا لو مش بحب ريهام ما كنتش جيت لكم وكنت اتصرفت من دماغي. انا مش عايزك تزعل منها يا محمد، لانه برضو مهما كان البنت لسه صغيره وما تفهمش في الحاجات دي. معلش يا حبيبي، انا هقعد معاها وافهمها كل حاجه. ماشي، متشكر عن اذنكم. ساعتك تأمرني باي حاجه؟ لا متشكر قوي حبيبي، بس طمني حسام اخباره ايه دلوقتي؟ والله يا فندم مش عارف اقول لحضرتك ايه، ربنا يصبره على اللي هو فيه. على اذن حضرتك. بقى في حياتك يا باشا. حياتك البقى يا طاهر. والنعمه الشريفه اني اتفاجئت زيك بالظبط، بس انا حذرتك يا باشا وقلت لك ان منصور ده حطك في دماغه. المره دي بقى انا اللي حطيته في دماغي، هو ودياب ابنه وانا وهما في الدنيا دي كلها. والله عندك حق يا باشا. يا ساتر، ده اللي زي منصور ودياب ده مسخوا الدنيا. الهي ربنا يبتليهم بمصيبه ويريحنا منهم. على ايدي ان شاء الله. اسمع طاهر، ركز في اللي هقوله لك ده وطرطق ودانك كويس وتنفذ اللي هتسمعه بالحرف الواحد. معقوله التاخير ده على الباب يا ماما؟ وحشتيني يا ست الكل. يا قمر يا سكر، ازيك عامله ايه؟ حضرتك مين؟ انا لولا. لولا مين؟ لولا مرات ابنك. لا حضرتك غلطانه في العنوان. لا انا بقى متاكده، مش حضرتك مامي عمر؟ ايوه، بس عمر مش متجوز. لا ازاي، انا لولا مرات عمر وقررت بقى اجي اقعد معاكوا هنا على طول. انتي بتقولي ايه؟ عمر تعالي هنا. عمري لولا حاسبي كده. وحشتني. مين الست دي يا عمر؟ دي رد عليا. مين دي؟ رد على ماما يا عمر، ما تزعلهاش. ولا تحب اقول لها انا؟ دي مراتي يا ماما. يلزمك كام حته؟ 100 حته كلاشنكوف على 100 صندوق ذخيره. ده احنا داخلين على انتخابات يا كبير، كل سنه وانت طيب. وانت طيب، بس يكون في علمك ده شاحح اليومين دول من السوق. في حاجه تشح على الكبير بقى؟ ده انت الكبير. تعيش، بس السعر هيختلف. ليه بس؟ ما احنا راسين على السعر من العمليه اللي فاتت. اللي فات مات يا سيدنا، واحنا اولاد النهارده، والنهارده الحكومه مقفله على كل حاجه، وما عادش تهريب من بره واصل، وبناخده من المخازن ومنطلعه من اللحم الحي. الله، السعر هيزيد قد ايه؟ الطاق طاقين. اوه كتير قوي يا كبير. خلاص هات من بره وشوف هيوقع عليك بكام. ده اذا عرفت تدخله وما تقفشتش ورحت في حديد. الله الله الله، ليه كده يا كبير؟ تعجدها ليه كده؟ لانها معقده رباني. خلاص يا كبير ولا تزعل، احنا هناخد من عندكم بالسعر اللي تقول عليه. ما كمل اول، لازم يعني المناه دي. معلش عاد، زباينك بيتجلوا عليك. ماشي يا سيدنا، جهز فلوسك وبعد 3 ايام تلاقيني عند الجبل الاصفر عند الكيلو 70. حكون واقف مستنيك انا والرجاله ومعانا البضاعه. طالع بنفسك يا كبير؟ امال ايه، اللي كنت بستأمنهم على مالي راحوا واحد ورا التاني، والكلاب السعرانه عاوزه تنهش في لحمي. لكن انا لازم اوريهم من هو منصور البطاش. ها، نتقابل بعد 3 ايام باذن الله. السلام عليكم. السلام عليكي. يلا بقى دوقي عمايل ايديا وحياه عينيا. ماليش نفس كده يا ماما، ده لسان العصفور اللي انتي بتحبيه وعملتهولك بايدي. قلتلك ماليش نفس. انت ايه، ما بتسمعيش كده برضو؟ فضلي اطلعي بره، اطلعي بره، عايزه اقعد لوحدي. حاضر.
حقك عليا. ينفع كده يا ساهر؟ اعمل لمامتك شوربه وادخلها لها عشان تاكلها تروح ترضاني من الاوضه؟ وانت ايه اللي دخلك عندها؟ ما تخليكي في حالك. هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ ده بدل ما تقولي كلمه طيب بيها خاطري؟ يوه مش هنخلص بقى ولا ايه؟ والعمل يا طاهر، الضابط حسام فاضل له تكه ويشك فيك، والمره الجايه مش هيطيق لو ما لقاش عندك معلومه تفيده. اعمل ايه بس يا ربي؟ ما هو لو قلب علي هروح في حديد، ولو بلغته بمكان دياب حطير المصلحي، وابقى كده خسرت كل حاجه. اني امسك العصايه من النص، بس ازاي؟ ايوه ابلغه بعمليه سيدي منصور، وهو طعم اشغله بيه عن التدوير ورا دياب. ما هو اني لما ارميله منصور يعضعض فيه هيهدى علي ويروق لي الجو مع دياب ابو الشباب. يا سلام عليك يا واد يا طاهر وعلى مخك السم. البلد دي لو فيها منك اتنين كانت خربت، ولو ما فيهاش ما هي خرباني خرباني. يعني هي جت علي على فكرة، دي أول مرة تكلمني بالطريقة دي. سيبيني في حالي وكفاية اللي حصل. هو إيه اللي حصل؟ أنت عارفة كويس اللي حصل. هو أنت يا ساهر هتعمل زي مامتك؟ لأن هي دي الحقيقة. وأنا ذنبي فيها إيه؟ ذنبك إنك أخته. ومراتك يا ساهر، ولا نسيت؟ لو سمحت يا شاندا، سيبيني لوحدي عشان أنا مش عايز أتكلم مع حد. هو انت يا ساهر مسيبني بيتي وجايبني مقعدني هنا مع باباك ومامتك اللي هي اصلا مش طايقاني، ولا انت كمان بقيت طايقني، وفي الاخر بتعامل المعامله دي؟ طب انا قاعده هنا ليه؟ ما ترجعني بيتي. انا مش هسيب ابويا وامي لوحدهم، ولما قرر نرجع بيتنا هبقول لك. ايه اللي انت عملتيه ده؟ اتجننتي؟ اتجننت علشان عايزه اعيش مع جوزي حبيبي كده برضو؟ هي دي وصية خالي المليجي ليك؟ انا ما قلتش حاجة، بس على الاقل تعرفيني عشان اعمل حسابي. ما انا الشقة الايجار اللي كنت قاعدة فيها سبتها خلاص، وقلت اجي اقعد مع جوزي حبيبي واعملها لك مفاجأة. مفاجأة زي الزفت. زفت؟ وجوزي معاك زفت؟ زفت على دماغك. انت قللت الادب وانا ممكن اطردك دلوقتي حالا. اوكي، من غير ما تطردني يا حياتي انا همشي، بس قبل ما امشي هتطلقني، وعشان تطلقني انت عارف هتدفع لي مؤخري 250,000 جنيه ما ينقصوش جنيه. لولا اعقلي يا حبيبتي. اعقلي انت يا قلبي، بدل ما اوريك الجنان الاصلي. ها قلت ايه؟ هقول ايه؟ بيتك ومطرحك يا روحي. ايوه كده يا حياتي، اتعادل. السلام عليكم. بونازيرا سينيوري. السلام عليكم يا باشا. يا باشا منصور هيسلم عملية كبيرة بعد بكرة الفجر. فين؟ ورا الجبل الأصفر عند الكيلو 70. متأكد؟ عيب يا باشا، دي فرصتي وجات لي لحد عندي عشان أسلمك رقبة منصور تفش فيها غلك. الولد ده في أخبار عنه؟ لا لسه يا باشا، بس والنعمة الشريفة أول ما أعرف عنه حاجة أقول لك على طول. اسمع مصطين، أنا عايزك تفتح عينيك، مش عايزه يفلت. لو فلت رحمة الغالية رقبتك قدامه. يا باشا ما تقولش كده، ده إحنا خدامينك. أنا عارف عارف يا مصطين. إيه مستني حاجة؟ لا يا باشا أمشي؟ سلام. أوامرك يا باشا. السلام عليكم.
على فكرة انت السبب في الموضوع ده. انا السبب ليه ايمان؟ يا ماما انت مش واخده بالك انك فضلتي تدلعيه لغايه ما اتعوج علينا واتجوز رقصه. انا برضو ايمان. ايوه يا ماما طول عمرك بتفرقي بينا، وكل ما اكلمك في الموضوع تتحججي لي ب 100 حجه وتقولي لا ده راجل محدش هيحاسبه. انا عمري ما فرقت بينكم، انتوا الاثنين ولادي وماليش غيركم. لا فرقتي يا ماما. حرام عليك يا ايمان، ما تظلمنيش، انا اللي فاهم كفيني. خلاص يا ماما اهدي. انت شفتي الرقصه دي فين؟ جات لي لغايه هنا ومعها شنطة هدوم بمنتهى البجاحة اللي في الدنيا، وقال ايه عايزة تعيش معانا. يا نهار ابوها اسود، هي الولية دي اتهبلت ولا ايه؟ والله العظيم انا كنت حاسة انها هتعمل كده من الاول. ايه؟ يعني انت يا ايمان كنتش عارفة ان اخوكي متجوز واحدة زي دي من ورايا؟ وخبيتي عليا ليه؟ حرام عليكي. انا اسفة يا ماما، بس والله العظيم حاولت اتصرف من وراكي. انا ما كنتش متخيلة الولية دي هتتهبل وتيجي تقعد لك هنا في البيت يا ماما. دي مصيبة يا ايمان، هنعمل ايه؟ في اي اسئلة تانية يا رجالة؟ لا تمام يا فندم. في تنبيه مهم لازم كلنا نعرفه، منصور البطاش لازم يجي هنا حي، واي اذيه هيتعرض لها هيعرض العمليه كلها للفشل. واضح؟ واضح يا فندم. اتفضلوا، ربنا معاكم. حسام استنى. امر يا هشام. ببلاش المأموريه دي يا حسام. سعادتك عارف المأموريات اللي طلعتها كلها في حياتي كوم، والمأمورية دي بالذات كوم تاني، عشان كده بقول لك بلاش. تقلقش سعادتك، طمن. ممكن اطلب منك طلب؟ انت تطلبي طلب واثنين وثلاثه واربعه. ممكن تغمض عينيك ما تفتحش غير لما اقول لك؟ غمض عينيا؟ حاضر اهو. غمضت عينيك. خليك مغمض. ها؟ يا ست تجيلي مغمض اهو. غمض عيني. ما تفتحش. واحلم معايا. وهات ايديك. فتح بقى. مش مفتح، ايه رايك بقى؟ اهو فتحت. الله. ده حلو قوي الخاتم ده. ايه رايك؟ استني بقى، ده بيتلبس هنا؟ لا هنا كده؟ اه. كل سنه وانت طيب. تصدقي ان انا كنت ناسي. ربنا ما يحرمنيش منك. الله بص لي كده ليه؟ مش هقولك. ما تبقيش رازلة بقى، قولي بص لي كده ليه ولا مش هقولك؟ عشان خاطري. هتقولي هتقولي هتروحي فين؟ ايوه يا محمد، عينيك على اخوك، مش عايز يتهور ويبوظ العمليه. انا وافقت اطلعه عشان ظروفه بس. ما تقلقش يا فندم، حسام مهما حصل برضه ظابط عنده خبره وعارف حدوده كويس. ماشي يا صاحبي، اطمن، احنا كلنا جنبه. ماشي يا باشا، مع السلامه. Thank you.
ارمي سلاحك انت وهو، انزل على ركبك. براحتك يا ولد الهلالي، اقبض علي، انا طالع طالع وانت ما هتشوفش مرتك. ورص حسام. لا يا حسام، حسام معتز. سامحنا معتز، سامحنا صاحبي. والله العظيم ما كان قصدي، انت الوحيد اللي عارف انه ما كانش قصدي. انا كنت في دنيا تانية يا معتز، ما كانش في دماغي غير سلمى وطارة. معتز استرها يا رب، استرها يا رب عشان خاطر البنت ومراته. معتز حبيبي يا معتز حبيبي، ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي حصل لك يا حسين؟ الحمد لله. مين اللي عمل فيه كده؟ استهدي بالله بس. انت كنت فين يا حسام؟ انا كنت موجود والله. احنا حصل ايه؟ حصل تعامل اثناء المأمورية. ف الله يحرق المأموريات بتاعتك على الشغلانة بتاعتك، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيه كده. اهدي بس يا مدام ايمان، ان شاء الله خير. طب الدكتور قال لك ايه؟ هسأل الدكتور، هسأل الدكتور عن الحالة. طب روح اسأل الدكتور يا حسام. ليه يا معتز كده؟ بسم الله ونعم الوكيل في اللعبة. فكر قتلوا الكبير، قصد الرجالة دي كلها. كيف يحصل كده وهم واقفين زي البهايم؟ خدوهم على اخوانك وتفرجوا عن بعضيهم. أو يعني منصور الكبير يتحركوا على قطيعهم يسيبوه والكلاب بتنهشوا. ألف رحمة ونور تنزل عليك يا كبير. عرفت الظابط اللي قتل أبوي؟ كنش دي الظابط اللي قتلنا مرته ورمينا جتته في البحر؟ أيوة. هو ما اشتغل ولا ردت له الروح تاني؟ بأنه زي الجتت بسبعة رواح. يمين بالله، يمين بالله لخطف روحه قطر، والجزمة اللي داس بيها على رقبة الكبير ندوس عليه هو وعيلته نفر. ومين سمعك يا سيدياب؟ ده انا النار اللي لساها جايده في قلبي من ساعه ما قتل اخويا محروس لغايه دلوقتي. حياه ده وما بقاش حكمت لو ما انتجمتش منيه وخليته يندم على كل لحظه عاش فيه. الظابط التاني ليه؟ اللي وقع حصل له ايه؟ لحقوه ونقلوه على المستشفى. كفايه نيته، كفايه نيته باللي كان عاوز يعمله مع ابوي. نيته بس تخليني اشرب من دمه. نيته مش لوحدك يا سيد الناس، احنا كلنا لازم ناخد بطار الكبير من الكلاب دول. حملوني لوحدة دلوقتي، كملوني بعد يلا. سامحني يا كبير، سامحني يا ابوك.
الله يرحمك يا كبير، يبقاش مش الطوبة اللي تحت راسك. ما كانش يومك يا كبير يا مراري. نعمل ليه من بعدك يا بوي؟ يا ويلي من اللي حنشوفوه في الأيام الجاي. مرار طافح الله يرحمه كان مفتري، بس كان ظهر وسند لينا. واه يا خوفي لما الكلاب السعرانة تنهشف لحمنا وما نعرفوش نسكتها. والعمل يا رجال، مين اللي هيتصدى لأي خطر ممكن يواجهنا ويبقى كبيرنا؟ ست حكمة. خير يا سمار؟ عمك سساد كبير عايزك بره. ما قالش عاوز ايه؟ لا ما قالش. خير؟ عاوز ايه يا عمي؟ دي طريقة تكلمي بيها عمك يا حكمة. جاي عزيكي واخد بخاطرك. سعيكم مشكور، بس يكون في علمك موت الكبير مش هيغير حاجة من اللي كان. وما تتعشمش النجي معاك واسيب بيت جوزي واهل ولدي اللي في بطني. ومين قال غيرك دي؟ انت لازم أن تكوني ببيت جوزك وبولدك. هو مش اللي في بطنك واد بردك؟ العلم عند الله. ان شاء الله يكون واد ويتربى ببيت جد وابوه ويتمرمغ في عزه. يعني انت موافق ان انا اقعد هنيه وما فارقش بيتي؟ تبقي خسيسة وقليلة الأصل لو سبت جوزك وأهله في محنتهم ومشيتي. من ميت المروءة والشهامة دي يا عمي؟ من زمان، بس انتي ما واخدش بالك. وعشان أبين لك حسن نيتي، أنا ما عنديش مانع رجع لك 30 فدان نصيبك في ورث أبوكي، ولو إنه عرفنا وانت خابرة ما بنورثش البنات. معقولة؟ هترجعلي أرضك دي بالساهل وعن طيب خاطر؟ طبعاً، أنت بنت أخويا الغالي، بس أنا ليا طلب صغير كدك دي. طلب إيه؟ أرض منصور البطاش اللي على الزراعية اللي ملازمة الأرض تمام. مالها؟ فيها 50 فدان محتاج أضمهم لأرضي وهدفع لك الفرق. وأنا دخلي إيه؟ وأنا ملكهم؟ مع الوقت هيبقوا ملكك انت ام الواد. عمي لو انت نسيت ان دياب لسه عايش. دياب في حكم الميت، ده محكوم عليه بالاعدام. يعني في اي وقت الحكومه تمسكه وتنفذ الحكم، ولو عافر معاهم ديته طلقه ويخلصوا مني. بعد الشر عليه، الشر بره وبعيد. ما تنساش انه جوزي يا عمي. انسى كيف يا بنت اخويا يا غاليه؟ شفت ان عمك بده مصلحتك بجوازك من دياب. املاك البطاطشه واطيانهم كله بكره تبقى ملكك انت وولدك. ملك كيف؟ انت نسيت ان النجيبه مرات جابر عندها واد هي كمان هتخولها. يا حصلت اللي بتقوله ده يا عمي؟ يمين الله لو ما سيت شعره مني يكون انا اللي واقفه لك. يا بنت انا رايدك تبقى ست الناس وتاج راسهم وحره نفسك. طالما بتقولك ده اللي يجبرني اسمع كلامك. قلت لك هرجع لك ارضك من ورث ابوكي، افهمي. ارض البطاطشة اكبر واحسن. تمام، لكن ارض من غير قوه تحميها وتحافظ عليها قلتها احسن. يعني ايه؟ يعني بعرض عليكي اكون ظهرك وتكوني لي وجهه احط بيها يدي على ارض البطاطشة. بيجي هي الحكاية كده. اسمع يا حكمة، أنا جايلك دغري من غير لا لف ولا دوران. عقلك في راسك تعرفي خلاصك. مت يا بوي، مت وقابلت دياب لحاله. ما انت عارف يا بوي ماليش غيرك في الدنيا دي. نامي نامي وارتاح يا سلمى. خلاص يا حبيبتي خدت لك طارق انت وسلمى الصغيره.
لو كان علي يعني عاوز ادفن جارك في قبرك. وحشتيني وحشتيني ومستني اليوم اللي قبلك فيه بفارغ الصبر. اوعك تفكر يا ابوي اني بعدك عايش في الدنيا دي. الدنيا بعدك بقيت قبل كبير يا ابوي كبير كبير. مهما وصفت لك قد ايه وحدتي من غيرك مش هتصدقي. الله يرحمك يا حبيبتي. سامحني يا جابر. سامحني يا اخويا. قتلوك قدام عيني وما قدرتش اعمل اي حاجه. عمري ما حبيت ولا احب حد قدك. الرصاص اللي دخل صدرك دخل صدري وقلبي كمان. عارفه يا سلمى؟ من ساعة اللي حصل وانت صورتك قدام عيني بتخيلك وبقعد معاك وباخدك في حضني، بس لما بفوق وبلاقي نفسي لوحدي بتعب. كنت مت يا جابر، بس والله انا لحد دلوقتي بنسف. والله بنسف يا ابو. بتعب قوي يا سلمى. أنا عارف يا أبوي إنك قلقان في قبرك على تارك وحياة خطفتك اللي قطعت بي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خجبت تارك أو أنا أرجعك. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.